نروح بقى للسوبر واحداث مباراه السوبر. وحتى الان على الورق نقدر نقول الاهلي يعني متفوق نسبيا في فكره ان كل اللعيبه موجوده، كهربا موجود، ايقاف اللاعبين اللي كان في الدوري ده متوقف على ان هو عدم المشاركه في الدوري فقط، ولكن مباراه السوبر الاهلي الصفوف كامله. ولكن الاهلي سيواجه من ايا كان المنافس، كولر هيعمل ايه؟ بطوله مهمه في توقيت مهم يا كريم، والاحداث اللي حوالين المباراه. طبعا الاحداث اللي حوالين المباراه خلي بالك كانت سابقه مباراه الاياب قدام الرجاء، يعني حتى نسبه كبيره من السوشيال ميديا الاهلاويه كانت مركزه مع ماتش السوبر ومش مركزه مع ماتش الرجاء، ودي حاجه زعلتنا. طبعا كان واضح جدا الاحداث كتيره. وانس ان ماتش الرجاء خلص، وبعد طبعا ما لجنه الاستئناف في اتحاد الكوره طلعت قرارها بان هي لن تنظر موضوع كهربا الحين فصل القضاء الاداري ده منطقي في مساله تعيين لجنه الانضباط، لان خلاص اكيد بص يا جماعه اكيد مش نجيب من الاخر، لائحيا لجنه الانضباط تم تشكيلها بشكل غير قانوني ومخالف للوائح اللي لائحه النظام الاساسي. لائحه النظام الاساسي ده موضوع يعني لا خلاف فيه، لان ما ينفعش تعرف زي ما هو مكتوب في اللائحه، ما ينفعش تعرف الاسماء يعني، وكمان لازم الجمعيه العموميه تبقى متداخله في امور كتيره لائحيه الاتحاد الكوره خالفها. ودخلنا دلوقتي احنا في معضله بعيده عن الكوره دلوقتي. طيب نادي الزمالك اصلا عنده مشاكل ان في قرار طلع من قضاء ووزاره الشباب والرياضه نفذته ب يعني هقول لك بازاحه السيد مصطفى منصور عن منصب رئيس النادي. ففعليا هو مش رئيس النادي، ده الوضع الحالي. طبعا المتحدث الواضح قدامنا كاعلام خلال اخر 72 ساعه من داخل نادي الزمالك هو السيد مصطفى منصور، مفيش حد غيره بيتكلم، وواضح ان هو بيمارس مهامه وعمله داخل النادي بشكل اعتيادي جدا. وكمان تاكدنا ان اداره نادي الزمالك رفضت استلام قرار وزاره الشباب والرياضه، ودي كان ما نفذوش، يعني هم الوزاره بعتت القرار يا محمد وهم رفضوا الاستلام ورفضوا التنفيذ، وبالتالي الوزاره بتبحث بقى ان هي بدل ما تشيل بس مرتضى منصور تعمم عزل المجلس باكمله لان ده مخالف للوائح وتعين لجنه معينه. فانت شايف الايه في دايلما بالظبط، في هنا مشكله وهنا والمشكله مصر في حاجات مكلكعه كده في بعضها، الامور داخله في بعضها، فانت مش عارف يعني تكلم مين او تاخد من كلام مين، فاهم قصدي؟ الدنيا فاهم. والوزير وزير الشباب الاستاذ اشرف صبحي هو ساكت، هو معقبش خالص على هذه الامور وسايب الدنيا عماله تضرب تقلب. الوضع الحالي بيقول ان الحلقه دي وانتوا بتتفرجوا عليها النادي الاهلي في الامارات بالظبط، خلاص الاهلي في ابو ظبي دلوقتي خلاص. وفعلا فعلا فعلا افضل شيء النادي الاهلي والجهاز الفني بيعمله في الوقت الحالي انه ولا سامع اي شيء. عندي ماتش يوم الجمعه ليا، عملت البلان بتاعتي والخطه بتاعتي وانا بنفذها، هنزل الملعب زي لو تفتكروا ماتش كان ماتش الدوري لما نادي الزمالك برضو ما جاش، لما الاتوبيس اتاخر لما من نادي الزمالك ما جاش في يوم كان في مطر ده. انا همشي في الطريق بتاعي، المنافس جه هلعب، المنافس ما جاش ماليش دعوه، غيرتوه ماليش دعوه، جبت لي بيراميدز بدل الزمالك، جبت لي الاتحاد، جبت لي الاسماعيلي، جه فيوتشر، انا ماليش دعوه. ده شيء بروفيشنال جدا وشيء محترف، وانك تعزل فرقتك عن المشاكل دي، والنادي الاهلي ملوش دعوه بهذه الامور. طيب احنا كده شرحنا الوضع من عند النادي الاهلي. تعال بقى يا محمد نتكلم في الوضع القائم في الوقت الحالي. نادي الزمالك عبر رئيسه السابق، ده الكلام الرسمي، عبر رئيسه السابق بيعتذر عن السفر، وبالفعل يقال ان الفريق لغى حجوزات الفنادق في الامارات وكمان لغى رحله الطيران. والنهارده احنا في يوم الثلاث هو اتمرن الصبح. هل نادي الزمالك ارسل اعتذارا رسميا عن المباراه لاتحاد الكوره؟ لم يحدث حتى الان الساعه 2 وثلث يوم الثلاث، ما فيش حاجه راحت، لم يرسل اي شيء. هل تحدث اتصالات
لان طبعا طالما ان الرئيس السابق هو اللي واخد القرارات دي فهي قرارات لا تمت باي صفه شرعيه او رسميه لاتحاد الكوره. لازم عشان بس تبقى الناس فاهمه، اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه بيتعاملوا مع خطابات، ما بيتعاملوش مع تصريحات او وسائل الاعلام او سوشيال ميديا. ما ينفعش دلوقتي بعد ما كرسي رئيس نادي الزمالك اصبح فارغا، ففي شخص مسؤول هو اللي لازم يمضي على كل الخطابات وكل المخاطبات ما بين نادي الزمالك وكل الجهات الرسميه اللي بيتعامل معاها. طالما مفيش ورقه طلعت رسمي يبقى الوضع ما تقدرش تتكلم في تفاصيل، لسه مفيش تفاصيل. ممكن في اي لحظه تلاقي نادي الزمالك حصل الفريق مسافر، تمام؟ فانا وجهه نظري اللي هيحصل وجهه نظري الشخصيه مش معلومه، وجهه نظري الشخصيه الناس العقلاء هيتدخلوا لاقامه المباراه دي لما تتلعب خارج مصر يا محمد، غير لما تتلعب في مصر داخل مصر. شكل الكره المصريه وشكل الرياضه المصريه لا يجب خارجيا، لا يجب ان مشاكلنا الداخليه دي تظهر فيها. ما ينفعش احنا داخل البيت، ممكن كلنا احنا يعني كلنا اخوات هنا في مصر وعيبك عيبي وميستي ميستا، يعني الدنيا هنا ايه، احنا مع بعض مشاكلنا نقفل عليها ونتعامل مع بعض هنا ايه بتعامل تعاملنا المصريين مع المصريين هنا مع بعض. لما يكون عندنا امور خارجيه لا، وهدي مثلا بسيط، برشلونه وريال مدريد ما بينهما ما صنع الحداد ومعروف، تروح اسبانيا يروح برشلونه يجيب برشلونه، يروح مدريد يروح مدريد ويتكلم مع الناس، الموضوع هناك مختلف شديد جدا. وحتى صحفية سبورت كاتالونية تشوف عناوينها عاملة ازاي تجاه ريال مدريد، وماركا والصحف الموالية لنادي ريال مدريد في مدريد شوف عناوينها تجاه برشلونة، الموضوع ايه؟ صعب جدا من الطرفين. لما خدوا قرار بلعب مباريات السوبر خارج اسبانيا الاتيتيود وافعالهم تتغير تماما، وراح مزود بعد ما كان بيلعب بفرقتين بأربعة. قال لك لا احنا نعمل كده ايه بطوله دوري وديه كده صغنونه كده سيمي فاينل مع سيمي فاينل كده في اربع ايام ايه ونفرح الناس، ويبقى الموضوع ترفيهي وبزنس اكتر منه ان احنا منافستنا فين؟ في الملعب جوه اسبانيا وفي عندنا احنا في بيتنا نعمل اللي احنا عايزينه. بس في حد هنا بيفكر كده؟ ما انا بقول لك اهو بقى، ما هو اكيد 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 احنا برده معلمه. بص مهما يكون اللي متصدر في المشهد، مصر لديها من المسؤولين ولديها من الحكماء كثيرون. عندنا لا عندنا احنا الحمد لله مصر غنيه، ممكن ما بيظهروش، مش نقول اكون امين في كلمتي، ممكن ما بيظهروش عشان انا اسف يعني ما يقولكش ايه ما تشبهنيش لا انا ما بحبش اظهر في الجو ده، لكن الناس موجوده وعندنا كوادر وعندنا ناس كويسه. انا في وجهه نظري يعني احنا اهو هديك مثلا مين، ريال مدريد وبرشلونه اتنين من عظماء الكره في العالم، والمشاهد في مبارياتهم في اسبانيا زي عندنا موضوع ما يعني صعب جدا، لكن وقت الجاء يعني منظرنا الخارجي لا هنا بيتحكم فيه امور اخرى واطراف اخرى ومشاهد اخرى يجب ان هي تبقى موضوعه في الحسبان وما نصدرش مشاكلنا بالشكل. طيب سؤال خارج الصندوق، نعم، لو الاهلي هيلعب الزمالك في بطوله افريقيا ايوه، وكان في مشكله حصلت ولجنه الانضباط وقعت عقوبه على كهربا مثلا في دور المجموعات لما كانوا بيلعبوا بعض ووصلوا مع بعض هيلعبوا فاينل وفي مشكله في لجنه الاستئناف والاهلي طعن وفي حوار ولجنه صفقه جريت اتخاذ القرار والمباراه تتلعب، هل يقدر اي من الفريقين او الزمالك ينسحب؟ مستحيل. ليه؟ لانه عارف اذا فكر يعمل دي العقوبه بتاعتها هتبقى ايه؟ استبعاد 3 سنين، فاهم؟ يعني وخلي بالك دي ميزه الكاف عنده بعض اللوائح ضوابط والضوابط اللي لا يتوانى في توقيعها على اي حد اذا خالف، ودي مخليه كل الناس اللي تحت الامبريلا بتاعه الكاف مظبوط كله منضبط.
فهنا النقطه. حاجه تانية انت ممكن تعمل برضو، انا اسف يعني انا اسف، ممكن تعمل حتى التصرفات دي والوضع عندك انت داخل بيتك كويس، لكن احنا لغايه النهارده احنا مش فاهمين الامور داخل نادي الزمالك ماشيه ازاي. ما ده غلط، ده مش صح، ده مش صح. احنا بنرسي لعدم تنفيذ القوانين، يعني ده في قرار قضائي وفي قرار من الوزاره يا محمد. الموضوع مش هين. لا لا، ده قرار منتهي ما فيهوش نقاش. الموضوع مش هين، الموضوع مش هين، ولا يجب التعامل معاه يعني ايه انك مستهونه. لا، وانا هنشغل بقصه مباراه كوره والناس تنسى ده القرار. ده غلط، ده غلط، ده غلط، ده غلط جدا، ده غلط جدا جدا جدا. وما ينفعش، انا اسف، وما ينفعش ايه نتجاوزه. لا، ما ينفعش نتجاوزه، ما ينفعش هو ايه يطلع قرار قضائي فتقول ايه انا حطيته في الدرج. لا لا لا، احنا بنتكلم فيه يا جماعه، ما ينفعش. في النهارده اهو ده رسمي يا جماعه، رسمي. اي خطاب، اي ورقه، شوف اهو، اي ورقه، ورقه بيضة حتى طالعه من داخل نادي الزمالك مش ممضيه من الشخص المنوط في الوقت الحالي باداره مجلس الاداره عقب زوال صفه رئيس النادي، ده يعتد بيه. او لو اتكتب في الورق مجلس اداره الزمالك برئاسه كذا والاسم ده المفروض مش مصرح انه يكون رئيس، لا يعتد بيه، لا يعتد بيه، لا يعتد بيه. وانا توقعت ان الخطاب ده ممكن ما يروحش التلات، وممكن ما يروحش الاربع طول اليوم، ويمكن يوصل على الاربع بالليل او الخميس الصبح، فامر واقع قدام اتحاد الكره ما يلحقش يجهز بديل. بص، كل الامور وارده، كل الامور وارده. بس انا اقول لك ربما خلال الساعات القادمه، الساعات القادمه تتغير الامور وتتبدل الامور ويتدخل الحكماء، ونلاقي نادي الزمالك بيقول في بيان رسمي برضو ان احنا سنطير الى الامارات باذن الله. باذن الله.